السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. نهائي سباق 1500 متر بطولة الجمهورية للشباب والشابات، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. زي ما احنا شايفين منافسة قوية جدا وانطلاقة أكثر من رائعة للبطلة المصرية في المقدمة. مشاركة 5 عداءات، من سيفوز بالمركز الأول؟ سباق 1500 متر 4 لفات إلا 100 متر. منافسة قوية جدا طبعا، زي ما احنا عارفين 4 دورات الا 100 متر سباق ال 1500 متر. منافسة قوية، هنشوف من سيفوز بالمركز الاول. عندنا بطلة مصر وبطلة العرب في المقدمة. استعداد ابطال مصر لبطولة العرب عمان 2023. فاضل لفتين على نهاية سباق 1500 متر. بعد السباق، سباق 1500 متر شباب، منافسة قوية جدا بين العدائين. بطولة الجمهورية تحت 20 سنة على ملعب هيئة قناة السويس 2023. وزي ما احنا شايفين البطلة المصرية في المقدمة حتى الآن. بطولة أكثر من رائعة، بطولة قوية جدا. حتى الآن من سيفوز بالذهب؟ آخر لفة، استعداد ال 1500 شباب على الستارت، يقومون بالإحماء خارج الملعب. وبدأ نهائي سباق الوثب الطويل زي ما احنا شايفين في المقدمة حتى الآن، والمركز الأول للبطلة المصرية، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. منافسة قوية جدا، عداء تنفرد بالسباق. المركز الأول، منافسة قوية في المركز الثاني والثالث. انتهى سباق ال 1500 متر وثلاثة أبطال حصدوا الـ3 مراكز.
بالتوفيق للجميع ان شاء الله. لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.